هذه الحلقة برعاية شبكة محتوايز شبكة محتوايز تقدم العديد من البودكاست المتنوعة ومنها بودكاست قصة اللي بيأخذنا في رحلة البحث عن الغرباء وقصصهم مثل قصة أختر اللي قطع الأميال من باكستان ب 25 ريال فقط الرابط في الأسفل والآن خلونا نبدأ حلقتنا عن العطاء مرحبا هذا ساندويتش ورقي سلسلة فن العطاء الحلقة الثانية استخدم جسدك قام بكتابة هذه الحلقة والتعليق الصوتي أنس بن حسين كما تحدثنا في الحلقة السابقة الأسبوع الماضي عن العطاء وبالتحديد عن كتاب كيف تصبح إنسانيا كل يوم سنتحدث اليوم عن أشكال العطاء المختلفة والغريبة التي تحدث عنها الكتاب أول استراتيجية من استراتيجيات العطاء تقول استخدم جسدك عبارة غريبة تخوف هذه الاستراتيجية والسبب إنها تفترض أنك لا تستطيع أن تعطي إلا إذا وصلت لعضل صافي أو عملت سيكس باك أو حتى ايت باك هذا اللي يجي في بالي وبالك لما نسمع عبارة استخدم جسدك في العطاء الخبر الجيد انك مو مطلوب انك تكون بطل خارق ترتدي بدله طيران والشال الاحمر يرفرف من خلفك ما نقصد بالجسد انك تكون صغير في السن مثلا ولا ان تمتلك لياقه عاليه ولا يكون سمعك قوي ولا بصرك حاد ولا حتى تروح الجيم ابدا عشان تنقذ حياه انسان وتمارس العطاء بشكل متفرد عشان تغير وضعية حياة البشر للأفضل كل ما تحتاجه هو جسد فقط جسد وبالتأكيد عزيز المستمع والمستمعة أنت لست روحا مرفرفة فقط بلا جسد لذلك استخدم جسدك للعطاء استخدم جسدك هي نصيحة غير تقليدية لأنها تقول أنه عندك فائض طاقة ممكن تستخدم فائض الطاقة هذا لجعل العالم أفضل لا يجي في بالكم أنك حتتبرع بأعضائك هذه مسألة ثانية طول فيها الشرح إحنا بنتكلم عن الطاقة البسيطة الفائضة عن حاجتك بإمكانك توظفها كعطاء تقدر تعطي جسدك للغير من خلال مثلا أنك تعطي يدك في العمل من خلال مبادرة بسيطة مثلا لزرع غرسة صغيرة في مكان ما في طريق عملك أو في شارع قريب من بيتك انت استخدمت يدك ليتمتع الرايح والجاي بالنظر الى الشجره اللي حتكبر انت ساهمت في زياده الاكسجين اللي ستقدمه هذه الشجره المستقبليه انت حتخلي العامل يستظل بالشجره في وقت ما قريب جدا استخدم يدك مثلا لتجميل جدار جرحته بخاخات البويه العبثيه استخدم يدك لاعاده طلائه او تنظيفه استخدم يدك كمان لتجهيز وجبة اليوم للعائلة ولا تخجل من تعليقات العذال اضرب على صدرك بفخر قدم الوجبة لأحب الناس لك وقول للعذال هذه يدي وهذه صنايعها استثمر جسدك من خلال عينيك وأذنيك هذه قد تبدو معضلة لأنه كيف استخدم إذني وسمعي في العطاء؟ ببساطة، ساهم في قراءة كتب لفاقدي البصر. ناقشهم، خذ منهم واعطيهم. تعلم جملة أو اثنين في لغة الإشارة وابدأ في التواصل معهم. تواصل بصريا بطريقة توقد الثقة في غيرك، خاصة الصغار. اسمع واسمع واسمع لأولئك الذين تتحدث معهم أو يحدثونك. انصت لهم لأنهم يحتاجون لكل ذرة اهتمام، للجميع. لطلابك، لموظفينك أو حتى لمديرك. حتى مديرك كمان يحتاج نوع من الاحتضان وإظهار الاهتمام. أغدق عليه بنظرات عين وإرهاف سمع. صدقوني ستبتسمون وتمتد ابتسامتكم من الأذن للأذن على هذه الحوارات الجميلة. كذلك ممكن ان تستخدم جسدك من خلال قدميك هل انت من الجرائين المبكرين يعني تحب تجري في الصباح كل يوم هل تحب المشي حول حديقه عامه في حيك هل تركب دراجه او ما يسمى بالجاريات اقصد فيها العربات المتنقله في الشوارع اللي شكلها يشبه عربات السباق الجليدي خلال ممارستك لهذه الرياضه كل اللي عليك، إنك تزيد عليها عنصر بسيط، يعني خلال الجري والمشي أو ركوب الدراجة، زيد عنصر عطاء بسيط. ضيف لهذا الروتين إنك تقضي لمحتاج في حيك. نعم، زيارة سريعة للبقالة وشراء احتياجات خفيفة تشيلها معاك وتوصلها للشخص المطلوب، ما هو شيء صعب. الفكرة واضحة جدا. انت مو لازم تكسر روتينك الرياضي في المشي والجري عشان تحقق العطاء مو لازم تعمل هذا الشيء بل خليك على روتينك واحقنه بإبره عطاء مبتكره اصدقائي المستمعين والمستمعات اذا هز احدكم راسه لي مجامله وقال بنبره لطف مم، هذا كلام جميل راح ارد على لطافته هذه بجمله اخرى واقول لا لا مو بس كلام جميل بل افعال اجمل لانه بصراحه انا شخصيا صرت استمتع وانا اتامل في جوله الهروله التي يؤديها يوميا صديقي ورفيقي في الكوفي حيث اجد ان القطط وبنظرات متلهفه تستقبله بشكل شبه رسمي مصطفين عن اليمين واليسار بتحفز طبعا ينتظرون وجبه البسكويت بطعم التونه هذا البسكويت الذي يقدمه لهم صديقي دائما ما اسعد وانا اتامل ابتسامات صديقي الذي يحاورني يوميا هذه الابتسامات التي ترتسم على وجهه والتي تدل على رضاه عن تعابير وجهي الميكروسكوبيه لن يعطي تعبيرات اهتمام واستماع انا سلفت اذني وجوارحي لفتره لا تتجاوز العشر دقائق أفتخر بنفسي، كوني عضو في مجتمع يستخدم يديه ليزيل عبارات زي "مبروك البوية الجديدة"، وبعض شعارات التحدي التي تشوه الجدران في شوارعنا تحت اسم "فن الجرافيتي". وعشان لا نتصنع المثالية، راح أقول كلمة أخيرة، تعريف بسيط للمثالية مفادها التالي: المثالية بتعريف اجتماعي نقول انها هي تصنع الخير، تصنع الفضيلة. هذا التعريف اللي يجي في بالي وبالك. او على اقل تقدير، نقدر نقول ان المثالية هي مزاولة سلوك عالي في الاخلاقيات والفضيلة في مكان لا يزال ينظر لهذا السلوك بأنه شيء غريب وغير مفيد. لذلك الحل مو أن ننتقد المثالية ولا أن نغير تعريف المثالية بل أن نحول السلوك الغريب الغير مألوف إلى سلوك متعارف عليه ومتداول بيننا بأن يتعود الناس على منظر إطعام قطط أتعبت بطونها القمامة أن نقوم بزيارات لمرضى ضاعفت أوجاعهم الوحدة أن نخلق مساحات كينونة لأطفالنا بأن نستمع لهم. الكتاب مليء باستراتيجيات ومبادرات ومؤسسات وضعت شعارها العطاء بالجسد. هذه الاستراتيجيات والمبادرات تساعدنا على استخدام الجسد كعطاء. زي مثلا تربية الشوارب في شهر نوفمبر للتعريف والتوعية بسرطان البروستات. زي المشاركة في ماراثون يذهب ريعه إلى جمعيات خيرية. أن نتبرع بالدم وحتى بالنفس من خلال حضور دورة تدريب في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي كلها عطاء بالجسد ينقذ من خلالها الإنسان أخيه الإنسان من الآخر استخدم جسدك في العطاء لتصبح الدنيا جنة وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها